صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا هلا بها الحلقه من ام تي في لايف. بتمنى تكونوا دفينين بها الطقس الغريب عجيب العاصف. بعد شوي بفقره نيتشر رح نكون عم نحكي عن تاثير هالطقس والشتاء على المزروعات، فانطرونا. بس بالبدايه رح نبلش مع فقره ايت سمارت مع اختصاصيه التغذيه ميرفت ابيض. بدنا نحكي عن الفيتامينات والمعادن واي توقيت هو الانسب لتناولهم. صباح الخير ميرفت. صباح النور، كيفك؟ تمام الحمد لله. بنتناول كثير فيتامينات ومعادن اكيد مع استشاره طبيه او استشاره متخصص، لانه عشوائيا هيدا صرنا متفقين عليها انه ممنوع 100%. ممنوع ابدا، مش مين ما كان ومش حيلا حدا في ياخذ الفيتامينز والمينرالز باي وقت ما كان. وحتى الفيتامينز والمينرالز بالاخص الجسم بيمتصهم احسن لما بيجوا من سورسز، يعني من مصادر اكل. فنحن بنعمل سبلمنتيشن او نحن بناخذ الزياده من الفيتامينات والمعادن من الزياده هيدا لما بنكون نحن عن جد في نقص، عاملين فحص دم والطبيب قايل لنا انه خذوا هالفيتامينز وهالمينرز. ما فينا اكيد عشوائيا اكيد، بس في توقيت معين، في وقت معين خلال النهار حسب شو اكلين، حسب يمكن نظامنا الغذائي اللي معودين عليه تناخذ هالفيتامينز. هيدا هو موضوعنا لليوم ورح نفوت بالتفاصيل. صح. هلا انا اليوم ماني حفوت كثير كثير بتفاصيل لانه بصير ما بنخلص، بدنا شي حلقتين ثلاثه، سو رح نحكي اكثر شيء عن اكثر فيتامينز ومينرز العالم بالعاده بيستعملوا سبلمنتيشن له، وحنحكي ان ديتيلز كل واحد اي ساعه لازم يكون عم يتاخذ. رح بلش اول شيء بالمغنيزيوم، اكثريه العالم بياخذوا مغنيزيوم. المغنيزيوم بيسهل اذا بدك ريلاكسيشن، او حتى بنصير نحن بننام زياده، او بيمبروفز الكواليتي اوف سليب، يعني نوعيه النوم بتصير احسن. سو هيدا احسن شيء انه هو يتاخذ قبل النوم بشي ساعه او ساعتين، سو هيك نحن بنكون عم نحسن الكواليتي اوف سليب. مش محبز انه هو يتاخذ خلال النهار لانه بيصير الشخص بحس بخمول او بحس حاله بيرخي الاعصاب. بيرخي الاعصاب 100%، سو احسن شيء انه نحن ناخذه بالليل. هلا رح احكي كمان على الفيتامين دي. الفيتامين دي اكثرية الناس بيكون عندها نقص فيه، او اذا بدك انه بيكون في فقر فيه لهيدا الفيتامين. سو كمان السبلمنتيشن تبعه يا بيكون ناخده كل يوم، على بيكون كل يوم ناخذ حبه، او بناخذها مره واحده بالجمعه. هيدا الفيتامين هو اذا بدك فات بيدوب بالدهن، يعني اتس فات سوليوبل فيتامين. سو احسن انه نكون نحن عم ناخده بكير، بس نكون عم ناخده كمان مع سيرفينج فات، يعني نكون نحن عم ناخذ شيء بقلبه دهن، يعني مثل زيت زيتون او افوكا، نكون نحن زايدينه على الميل تبعنا لحتى الجسم اذا بدك بيمتصه بطريقه احسن. سو الفيتامين دي لازم ناخده على الصبح. وكل الفات سوليوبل فيتامينز هن اي دي اي وكي، هدول الفيتامينز كلهم هن بيدوبوا بالدهن. سو كمان لازم نحن ناخذهم مع الترويقه، بس يكون فيها سورس دهن. اوكي سو هدول بيتاخذوا الصبح. في شغله مش لازم يتاخذوا كلهم سوا، يعني اذا نحن اجمالا ما بيكون في، يعني ما بيكون في نقص بكل هدول الفيتامين سوا، بس اذا في عالم عم تاخذ مالتي فيتامينز وبدها تاخذ زياده فوق فيتامين دي، او عندهم مثلا بدهم ياخذوا فيتامين اي وفيتامين دي، ما لازم يتاخذوا كلهم سوا، لانه في نحن عندنا شيء بالفيتامينز اسمه ابر ليميت، يعني هيدا في عندك مرحله معينه او رقم معين من الملي جرام تبع هيدا الفيتامين ما فينا نتخطاه، لانه لما بنتخطاه بيعمل مثل نوع تسمم بالجسم، يعني زيد اخو ناقص، حتى لو كان شيء منيح ما فينا نحن ناخذ زياده منه لانه ما بيكون بقى شيء مفيد للجسم. يعني هيدي عباره اللي بنقولها انه اذا ما ضر، اذا ما فاد ما بيضر، هيدي ما مضبوطه بيضر ابدا بهيدي الكيس بالضبط مثل ما قلتي. سو كل انواع الفات سوليوبل فيتامينز نحن ما بنقدر ناخذهم سوا. هلا في شغله كمان عن الفيتامين دي، هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم، هذا الشيء في كثير عالم ما بتعرفه، بيكون مثلا فور اكزامبل عندهم نقص كالسيوم وعندهم نقص فيتامين دي، يمكن اذا حسنوا الفيتامين دي تبعهم بصير الكالسيوم بيتحسن، لانه هو اذا بدك بالجسم بيساعد انه يمتصه، وبصير بيتحول الفيتامين دي للاكتف فورم تبعه، يعني بصير الفورم الفعال تبع في بالجسم. سو هيك بيساعد هو انه يمتص الكالسيوم. سو كثير مهم انه اذا نحن عم ناخذ كالسيوم وفيتامين دي فينا ناخذهم بذات الوقت، يعني في كمان هلا حنحكي بعد حيبين اكثر
في لما بنجمع شغلتين سوا بيساعد على الامتصاص، وفي شغلات ما لازم ناخذها. ما لازم ناخذها. طيب نحن عم نحكي على الفيتامين دي وعلى الكالسيوم، فينا نكون عم ناخذ سبلمنت فيتامين دي بس عم ناكل مأكولات فيها كالسيوم بنفس الوقت؟ بالضبط بالضبط، بيساعد كمان، هيدا بعد أحسن وأحسن. إذا عنا نقص الفيتامين دي كثير هيك بيصير أحسن. هلا شو الشغلات كمان اللي ما لازم ناخذها سويا؟ هي الكالسيوم والحديد. في كثير ناس بتاخذ حديد وخصوصي البنات بيكون عندهم فقر حديد. الحديد أحسن شيء ناخذه معه هو الفيتامين سي. سو نحن لما بيكون فيتامين سي كل العالم فيها بياخده، والفيتامين سي احسن انه نحن نقسمه على اثنين دوز. يعني اذا بدنا ناخذ ليت سي فور اكزامبل فيتامين سي الفوار هو بيكون 1000، اذا احسن اذا بنكسرها وبناخذها انه على قسمين. سو هيك بنكون وزعنا الفيتامين سي على مرتين. والايرون كمان زيت شيء، اذا عم ناخذ سبلمنت ايرون فينا ناخذ معه اورنج جوس، هيك بنكون ما اخذنا السبلمنت واخذنا الفورم تبعه من الاكل. سو الحديد كمان لازم يتاخذ الصبح، بس المشكله بالحديد انه كثير مزعج للمعده او ممكن يعمل لي عوارض تكون تزعج بالمعده، واحسن شيء انه يتاخذ الصبح. بس بهالحاله فينا ننطر بعد ساعه او ساعتين من الاكل، هيك بيكون في شيء بالمعده وما بيعود بيزعج هالقد. هيدا أوكي. بالنسبه للحديد يعني نحن كرمال هيك نحن كل شيء خضره ورقيه خضره يلي فيها حديد بنحط لها حامض. بالضبط، لانه بيساعد على الامتصاص. مش لازم نحط لها لبن، في عالم بياكلوا معه لبن، ما لازم ناكل معه لبن لانه اللبن بقلبه كالسيوم. الكالسيوم والحديد بيلغي مفعول الحديد، مش بيلغي مفعول الحديد بس بيخفف من امتصاصه. اذا انا عندي نقص حديد وعم باخذ كالسيوم، اوكي انا عم باخذ كالسيوم سافا، بس انا شو بحاجه اكثر؟ انا بكون يعني بدنا نشوف انا لشو بحاجه اكثر، للكالسيوم ولا للحديد؟ يعني الكالسيوم اقوى، مش بقدر يكون عم باخذ الكالسيوم بس بخفف الحديد، مش بخفف العكس. الحديد ليكي هن اذا بدك بيتصارعوا على نفس محل الامتصاص بالجسم. سو الجسم حيبدي الكالسيوم على الحديد، وانا اذا عندي فقر حديد هون انا شو بكون بحاجه اكثر للحديد؟ فانا ما بدي الكالسيوم قد ما انا بحاجه للحديد. سو لازم نحط معه فيتامين سي. هلا كمان في عنا الزنك والسيلينيوم وكل هدول، كمان الكالسيوم بخفف من امتصاصهم، سو كمان لازم بعدهم عنهم. هلا في عندي شغله بالفيتامين اي. الفيتامين اي هو مش مسيل للدم، بس ما لازم يتاخذ مع ادويه مسيله الدم، لانه هن كمان الفيتامين اي عنده هيدا المفعول. سو لما بنحطهم مع بعضهم بنكون نحن الموضوع بيكون سيء، فاحسن انه نكون نفصلهم عن بعضهم. وكمان الفيتامين اي لازم يكون عم بيتاخذ مع الاكل. هلا في عنا كمان في عالم تاخذ فايبر سبلمنتس، يعني الالياف يلي بالجسم بياخذوا هيك مثل شراب بينخلط بالمي وبيشربوه، او حتى اذا عم ناخذ الوجبه يلي نحن بدنا ناخذها بيكون مثلا سلطه او كثير بقلبها الياف او خبزه قمحه كامله. سو الالياف هي اجمالا كمان بتخفف من امتصاص الفيتامينز والمينرالز من الجسم. سو لازم بنجرب انه اذا عم ناخذ هدول السبلمنتس نبعدهم عن هيدا الاكل او نغير نوعيه الاكل شوي، انه بس بظرف لما نحن بنكون عم ناخذ هدول السبلمنتس. هلا كمان في عنا شغله انه ال شو كنت بدي اقول، الفاتي فيتامينز، قلت البي فيتامين، سوري البي فيتامينز كمان نحن هدول كثير بيعطوا طاقه للجسم وبيساعدوا انه يعلى الميتابوليزم بالجسم. فنحن لما البي فيتامينز بنكون عم ناخذهم بالليل، هذا الشيء حيسيء موضوع النوم. فنحن احسن انه ناخذهم الصبح بكير مع التمرين، بيعطوا نشاط، يعني بيعطوا نشاط، بيعطونا طاقه. او اذا بدك في عالم بياخذوه حوالين التمرين كثير بيعطي طاقه زياده، فهذا مش لازم يتاخذ بالليل لانه بصير موضوع النوم بصير منه هالقد منيح، يعني او بصيروا بيقلقوا أو بالليل أو بفيقوا بالليل أو بصير النوم مقطش. وأنا النوم المقطش هو very bad quality of sleep وأنا ما بحبز هيدا الموضوع. فأحسن لما بنكون عم ناخد كل شيء بي فيتامينز وخصوصي البي 12 لازم يكونوا عم يتاخدوا بكير مع التربيئة. هلأ الفيتامين دي كمان مش لازم يتاخد بالليل، هيدا كان لازم أقولها قبل. الفيتامين دي لازم يتاخد كمان الصبح بكير، هو بيساعد على السليب ويك سايكل. إذا أخذناه بالليل كمان زيت الموضوع، زيت موضوع الفيتامين بي. فلازم نحن ناخده بس نحن عادة وقتها ناخد مغنيسيوم ناخد معه فيتامين بي، بيكون بنفس الكبسول، بيكون نفس الكبسول بيأثروا عكسيا على بعضه. هلا اذا كانوا بنفس الكبسول خلاص الفورميليشن تبعهم بتكون انه هي تكون هيك، بس يعني
موست بروبلي انه هو ما يكون بقلبه فيتامين بي 12، أوكي. فهو بالاخص بي 6 100%. فالبي 12 هو لازم يكون اكثر شيء نحن من بعده عن الليل، يعني بناخذه بالنهار 100%، من بعده عن الليل بناخذه بالنهار. هلا كمان هيدا الحديث اكثر موجه يمكن للعالم اللي عندهم يعني يكونوا كبار بالعمر او بيكون عندهم مشاكل. حاجه انه ياخذوا هالفيتامينز 100% 100%. هلا البوتاسيوم كمان كمان يمكن العالم بياخذوه اللي عندهم مشاكل بالقلب او شيء، بيكونوا كمان كبار بالعمر، فكمان البوتاسيوم لازم يكون بيتاخذ صبح مش أوكي. مش بالليل. وبالنسبه كمان للحديد، هلا في شغله انه اكثريه النساء يلي بتاخذه في عالم ببطلوا بياخذوه، سو هون نحن لما بفضلوا انه ما ياخذوا قد ما بيكون مزعج، يا بيكون التوقيت غلط يا بيكونوا الجسم مش بيكون عم يمتصوا مزبوط. سو بهالحال اذا نحن ما بدنا ناخذ هدول الفيتامينز فينا نكون عم ناخذ يعني ركز على الاكل يلي بقلبه حديد، بس بنكون نحن عم ناخذ مثلا معه سبلمنتيشن فيتامين سي، او اذا كانوا يمكن عم ياخذوا السبلمنتيشن تبع الكالسيوم بنكون نحن بنشيل. يعني هيدا الموضوع اليوم التوبيك شوي بس كرمال العالم تعرف شو تشيل وشو تحط واي ساعه ياخذوهم، لانه في كثير ناس بتعرفي بيقولوا انه اخذت هذا الفيتامين وما انتفعت، او بياخذوا فيتامين المالتي فيتامينز او الفيتامينز تبع الشعر ما حسيت بفرق، يعني ما حسيت بفرق. سو هذا الشيء اليوم كمان كرمال انه نحن نكون واضحين بهذا الموضوع. طيب يعني في عالم هلا اجمالا نحن عم نحكي على التوقيتات، بس انه اجمالا خلص يعني صاروا بياخذوا كل الفيتامينز تبعهم الصبح او بياخذوهم كلهم عشيه، يلا فرد مره هيك تذكرت هلا يلا بياخذ كل شيء. هذا هذا اللي عم نحكي عنه اليوم انه غلط. بس وقت نحن ناخذ vitamins هو ذاته مفعول الاكل، يعني مفعول على الجسم، اذا عم نحكي مثلا بيساعد على النوم او بيساعد على النشاط، هو ذاته المفعول بيكون بالاكل يلي موجود فيه هذا الفيتامين؟ اكيد لا. لا يعني نحن عم نحكي على السبلمنتس لما بيكون الدوز كثير قويه بتجي يعني مثل شوك على الجسم، من هيك بتعمل هالمفعول. هلا بالاكل نحن لما مركز، انت لما بتكوني عم تاخذي بالرجيم الكامل يعني كدايت، انت لما بتاخذي هيدي الاكله ما راح تاخذي هالقد دوز كميه كبيره من هيدا الاكل. يعني مثلا لتسي سبانخ بركي بدك شي كيلو يمكن لحتى انه توصلي للشيء المفعول اللي عم تعطيني اياه هالحبه بالضبط. سو نحن ما بنكون عم ناخذ دوزز هالقد كبار، والجسم هو يعني ما بيكون عم ياخذه بالاكل بيركلج هيدا الموضوع. فنحن لما بدنا نكون عم ناخذ فور اكزامبل انه حامض او اورنج او فليفلي اللي بيكون بقلبه مثلا فيتامين سي، سو نحن هول بناخذهم اون ذا كورس اوف 1 ويك او خلال النهار لما بنقسمهم بالاكل، غير ما انت تكوني عم تاخذيهم بحبه. سو نحن اولويز يعني او اولويه انه انا اكون عم باخذ انه من الاكل، مش اني انا اخذ قصص من انه بس اتكل بس على السبلمنتس لحتى انا اخذ حاجاتي من الفيتامينز ومن المينرالز. هذا اكبر غلط، لانه انت بتكوني عم تعودي جسمك اصلا ما بقي انه ياخذهم من الاكل. وانا اولويه عندي انه اكون عم باخذ الاكل، لانه مش بس اكون عم باخذ فيتامينز ومينرالز، بكون عم باخذ من النيوترينت، بكون عم باخذ البروتين، بكون عم باخذ الفات، بكون عم باخذ النشويات. سو انا مش بس هدفي اني انا اخذ الفيتامينز وال طب بالنسبه للفيتامينز اللي نحن بنعطيهم للاولاد كمان بيقولوا لك يعني هلا موسم عم نعطي للاولاد فيتامينز زيوت كمان هيدول يعني لازم نكون عم نتجنبهم ولا لازم ينعطوا للاولاد؟ هلا اذا دائما دائما بكل الحالات اولاد كبار صغار شو ما كانت الحاله، الطبيب هو اللي بيكون يعني لنحن نوصل لمرحله انه نحن بدنا ناخذ سبلمنتيشن، الطبيب هو اللي بيكون عم يعطينا الادفايس. هلا الاولاد اجمالا بيكونوا بفورم جامي بيرز، والولاد ما حيكونوا عم ياخذوا هالكميات او هالدوزز مثل ما بيكون شخص كبير، لانه هي بتفرق بين اعمار. واجمالا الولاد ما بيعوزوا هالقد انه يكونوا سبلمنتيشن، يعني الولاد بيعطوهم يعني على صحه السلامه منيح، اذا عم ياكلوا منيح ووزنهم منيح وكل شيء مزبوط على صحه السلامه بينعطوا عم يعطوهم. مش ضروري مش ضروري، لانه هن عم ياخذوا اللي هن بحاجه لهم بالاكل. هلا في كمان شغله على زيوت السمك والاوميجا 3 والاوميجا 6، هدول كمان ممكن يكونوا شوي قاسيين على المعده، والعالم كثير بتتساءل انه اي ساعه ياخذوهم. والفيش اويلز كمان لازم يتاخذوا بكير، بس كمان اذا عم ناخذ فيتامين دي او فيتامين اي او اي شيء الفات سوليبل فيتامينز يلي هن بيدوبوا بالجسم، هدول كمان مش لازم يتاخذوا سويا. سو فينا ناخذ شيء على الظهر وشيء بكير، بس انه يكونوا مع الاكل، لانه كمان هن قاسيين على اوكي. والاوميجا 3 بيقولوا لازم يتاخذ بالصيف
صحيح او انه او العكس. هلا اوميجا 3 دارجه كثير انه احنا لازم ناخذها، بس اذا برجع بقول اذا عم ناكل مزبوط، ومثلا في كثير سورسز اوف اوميجا 3 هن موجودين، اوميجا 3 او اوميجا 6 بالاكل، يعني في عندك السمك، في البيض، في الافوكادو. بس لانه اجمالا الاولاد خصوصا هدول بينعطوا للاولاد، اجمالا الاولاد ما بيكونوا عم يتناولوا كثير، ما بيحبوا كثير هالانواع الاكل، فبصيروا ينعطوا سبلمنتيشن. ليكي هلا انت شغله انه قلتي اذا ما بي ما بي ما بيضر ما بيفيد، بس انه كمان هون يعني اذا ما تخطينا الابر ليميت يلي هو انه الرقم يلي هو ما فينا نحن نتخطاه بهدول القصص ما حيأثر انه على الاولاد، بس انه كمان خصوصا انه فتره صغيره يمكن ينعطى على شهر شهرين ومنا هالمصيبه اكيد رح يفيد بهيدي الحاله، بس از لونج از نحن ما بنزيد، يعني ما بنطلع فوق الليمت تبعنا، مش اذا الريكومنديشن هي حبه او حبتين بالنهار نحن نروح ناخذ اربعه انه يلا انه زياده بفيد. اكيد اكيد. بعد في شيء بدنا نحكي عنه؟ في شيء فيتامين بدنا نزيده؟ هيدا هو بالاجمال يعني انسب اوقات لنتناول الفيتامينز. شكرا كثير لك يا ميرفت ابيض، بنشوفك الاسبوع الجاي. بناخذ بريك وبنرجع من بعده.